انتهى الشوط الاول بتقدم فريق صالح سليم 3-0 على فريق محمد لطيف في شوط اول قمة الإثارة والمهارة عند اللعيبة في كابتن مصر من كل حتة في مصر. شفنا الثلاث أهداف بالثلاث مهارات بالثلاث تصويبات هم اللي أنهوا أول شوط في اللقاء بقمة الأداء. عموما هنروح إلى إسراعة قصيرة ثم نعود ونلقاكم مع أحداث الشوط الثاني. إلى اللقاء. مكملين اجوانا وكل الايام اللي بنتابعها من كابيتانو مصر، وكل طبعا يوم بيكون معانا واحد من نجوم وكوادر كره القدم المصريه، والنهارده معانا نجم التوقعات التحليلات نجم النجوم الكابتن رضا عبد العال. اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ ربنا يخليك. الحمد لله منورنا النهارده، مبسوطين جدا. ده نورك والله، والله ده نورك، ده انا اللي مبسوط. ويعني فرصه بما انك بقى قاعد وبتتابع كده معانا، التدريب فين من حضرتك؟ لما التدريب خلاص بقى بعد العملية، الدكاترة أمروا أن أنا ما رجعش تاني، لأني طبعا عملت العملية بسبب التدريب عشان نرفزة والعصبية والكلام ده، فقالوا لي ستوب الغاية كده. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال. طيب وحضرتك عندك 14 سنة، كنت بتشوف نفسك عامل ازاي؟ الناس حتى حواليك كانت بتقول عليك ايه؟ عمري ما كنت العب كوره بجد؟ اه والله. لان اولا كان جسمي صغير جدا. أوكي. وما روحتش حتة، انا كنت ساعتها في نادي اسكو. كان المقتنع بيا الله يرحمه كابتن امام سيد احمد، ده هو اللي خدني مدرسه الكوره، وطلعت من مدرسه الكوره 12 سنه 13 سنه 14 سنه لغايه الكابتن اسماعيل كوشري الله يديله الصحه وربنا يشفيه ويعافيه. فبعد كده كل مدرب ما عدا الكابتن حسن سيف بقى، كل مدرب يشوفني يقول لي انت لعيب كويس بس جسمك صغير، جسمك صغير وانديه كبيره. يعني بنروح نلعبهم ويشوفوني ويقول لك لا لا هو مش هيوصل عشان جسمه صغير. فدي ادتني تحدي واصرار لغايه ما قابلت الكابتن حسن سيف اللي فرضني على الحمد لله رب العالمين الدوري بتاعنا اللي هو دوري الناشئين على ماتشات اهلي ومقاولين، لان كان في مجموعتنا الاول ما كانش الزمالك ولا الترسانه، لان دول كانوا مجموعه الجيزه واحنا مجموعه القاهره. لغايه ما الحمد لله تعرفت، وبعد كده بدات الانديه تسمع وتشوف وتقول لك عايزين الراجل ده. كان نفسك تحترف فين لو كان في الامكان؟ ايه الدوري او ايه النادي اللي كنت تحب تروحه؟ برشلونه طبعا. برشلونه. اه طيب. وفي وجود ميسي. اه ليه بقى؟ ميسي علشان عايز تلعب معاه ولا عايز تبقى انت؟ طبعا احنا الاثنين، انا لعبه وهو يلعبني. انا لعبه وهو يلعبني، يعني حد يحلم باكتر من كده. اه طبعا. هو ده يعني لعيب الكوره دايما بيظهر لعيب الكوره. فانا كنت بتمنى امنيه حياتي لو احترفت احترف في برشلونه في التوقيت بتاع ميسي. وليه ما خليتش ابنك يلعب كوره يا كابتن؟ الاثنين كانوا بيلعبوا كوره، بس انت عارفه بقى حضرتك يعني الكبير من بدري بدري مع انه لعيب كوره كويس قوي، وكانوا المدرسين بتوعه بيشكروا دايما فيه، ولكن هو ما مش كان حاططها في دماغه قوي زي الدراسه. انما الصغير قعد يلعب لغايه 20 سنه في نادي الزمالك وبعد كده مشي. ايه اكتر اسم كنت بتحبه ليك في الملعب؟ الناس كانت بتناديك بيه. هو في اسماء كتير بس الاقرب لقلبك يا كابتن. الاقرب للاسطى. الاسطى. اه الله يديله الصحه. او قماشه ثانيه. اللي هو الكابتن ميمي الشربيني ربنا يشفيه ويعافيه. امين يا رب، امين يا رب. احنا بنشكرك جدا ومبسوطه جدا باللقاء ده يا كابتن. انت دايما منورنا ودايما كده طلتك فيها كاريزما مختلفه. ربنا يخليك. بيختلف ناس معاك ولكن اكيد وجودك معانا منورنا، ودايما ليك اراء مختلفه ومميزه. تسلمي لي. منور الدنيا يا كابتن. تسلمي لي. هوبا يلا بينا. رضا اهلا، ازيك يا عسل؟ ايه ده طنطايه دي ولا ايه؟ جبت لك فتت الكوارع اللي انت بتحبها صح؟ لا ما بحبهاش دي، تورته الكوارع مش فتت الكوارع. لا لا بيقولوا ربطري لقلب الراجل معدته. اكل مدام حلوه ولا ايه؟ عسل. اه اه عسل ده لو شفتك كمان هيبقى سكر. بما انك ملك التوقعات، اه تفتكر مين هيكسب؟ فرقة عبد الستار صبري. اوكي. سيد معوض، شادي محمد، اليماني. الأربع فرق دولت هم اللي هيوصلوا للنهائي وقبل النهائي. بس الفرقة اللي أنا من وجهة نظري هتاخد البطولة من وجهة نظري شادي محمد. اه. اوكي. أنا ما يعني أنا لسه هنتفرج عليهم، بس اتفرجت قبل كده، بس دي أحسن فرقة يعني ماشية مع تفكيري.
بيلعبوا كوره وبيروحوا الجون بسرعه وفي ارتداد بسرعه، وبعدين فيهم كام لعيب مميز. عشان كده بقول لك هم دولت اللي ممكن ياخدوا البطوله. وبعد كده الكره ملهاش يعني بنتوقع بس ملهاش اي مقاييس، ممكن يجوا في الماتش النهائي ويخسروا. ماشي ماشي، اقسم بالله اقسم بالله. طب ما تيجي اكلك بقى بالهنا والشفا. يا حلاوه المفاجآت.